السلام عليكم متتبعي قناه بوزيتيف روت. اليوم كاينين في واحد البلاصه هنا في تخوا ريفيير جنب نهر سان لوران. هذا سان لوران اللي نهر كبير كبير جدا وكيضرب مسافات ومسافات حتى يوصل للمحيط الاطلسي. كما كتشوفوا قدامنا هذا هو لانفيتياتر ديال تخوا ريفيير. انتما كما كتشوفوا هنا مكتوبه تخوا ريفيير. هذا هو لانفيتياتر المسرح، مسرح مدينه تخوا ريفيير. هذا هو النهر، نهر سان لوران. وهنا في فصل الصيف كتكون هذه البلاصه عامره، كيجيو الناس وكيكونوا الالعاب ديال الدراري وكاينوا اللي يديروا لي الطابل وقت فين الا بغيتي تاكل. وهانتوما كما كتشوفوا هذا باطو كيدخل حتى لهنا المرسى ديال تروا ريفيير وتيمشي حتى المرسى ديال مدينه مونريال. هذا راه كيجي من كيدخل من المحيط الاطلسي وتبقى غادي على الواد 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 حتى تيوصل هنا. كما كتعرفوا ان مدينه تروا ريفيير ولا مونريال ما متواجدينش على جنب البحر. هذه غير جوله الناس اللي كتهمهم مدينه تروا ريفيير واللي بغاو يجيو يهاجروا لها او لا بغاو يجيو يقراو هنا. هذا منظر من المناظر اللي غادي تشوفوه هنا في تروا ريفيير، وخصوصا في فصل الصيف تتكون مناظر خلابه هنا ما شاء الله. تتكون الدنيا خضراء وتتكون الماء تيبان لك زراق وتتكون الناس يعني الناس خارجين فرحانين والعصافير ما شاء الله. وحتى هذا المسرح هذا في فصل الصيف كيجيو يغنوا فيه المغنيين هنا راه جاو كبار المغنيين الغربيين جاو قراو جاو غناو هنا. اليوم الأحد فاتح يناير 2023. نتمنى أن هذه الجولة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناة بوزيتيف روت. يعني هيدي القناة حلوة كتير ونحن منتبعها على طول، فمندعي كل المهاجرين واللي بيحبوا يهاجروا بياخدوا انفورميشن من هيدي القناة. وكمان في عندها أخبار حلوة كتير، عندها صور، عندها فيديوهات عن الناتير وعن الطبيعة. قناة بنصحكم فيها.